تونس واش راح نسحق؟ نسحق بلاطو بيان سور مدهون بالزبده ولا بالسمن. نسحق هنايا السيرو كيما مداري نقولكم هاني طيبته ديجا، ما يجيش بزاف عاقد. درت له جوج معارف تاع عسل حر، درت زوج كيلات تاع ماء في زوج كيلات تاع السكر. هنايا نسحق الهضره السفيه، نسحق له هنايا درت خمس حبات بيض تاع هاد الكيلة، نسحق له هنايا كيلة تاع لوز مرحي ولوز مدشش. هاد اللوز مدشش انايا دابيتود ما نديروش، مي بصح يا ودي الراجل يحبو باللوز المدشش، قالي لازم كي ناكل نحس لهذاك اللوز يتقرمش في فمي. دونك راني درت له على خاطرو. هنا راح ندير لراجلي وخويا. فوالا دونك هادي الكيله تاع اللوز مدشش، وهنايا راح نزيد له هاد الكيله تاع نواه كوكو، وبيان سور كيله تاع السكر ماشي معمره السكر راح نعسلو، وعندي هنايا كيله تاع لا شابلور، اي بيان سور كيله تاع زبده راني دوبتها، وهنايا مغرفه تاع سكر فاني، وهنايا مبشور القارص لوزاس دو سيترون تاع حبه تاع سيترون. انا اليوم راح الطريقه راح نبدلها، واش راح ندير؟ ندير هنايا البيض ونضربو مع السكر. هنايا راك تشوفو السكر كاين، درت سكر سكر غو وسكر بلون، نضربو هكدا. شوفو هنايا ما قلتلكمش على لا ليفور باسكو ما حش ندير لها بزاف، ندير لها لا موتي تاع لا ليفور. هنا هنا نزيد هذيك المغرفة تاع سكر فاني ونخلط بيان سور لو زيست دا سيترون. يجي بنين بزاف دو سيترون، نخلط كيما راكي تشوفو هنايا، ونزيد هذيك الكيله تاع الزبده. هنا راح ندير هاد لا كونتيتي، راح ندير لي زوج طباسه هذوك اللي وريتهم لكم، وحده ليا وحده لخويا نكملوا بها رمضان. هنا يعني خلطتو، واش نزيد ندير؟ ندير هذاك نواه الكوكو، ونخلط بيان سور خبز التونس ما تجيش بلا مزهر. هنايا اللوز كنت حمصت هذاك الكونكاسي والاخر غير دخلتو غير شويه في الفوق تحمص شويه برك. نزيد اللوز تاعي و بيان سور هنايا نشوف المزهر، نخلط ندير لا موتي تاع لا ليفور تاع ساشي، بعد نرقليه بالمزهر. هنايا بديت الفوي باسكو هذاك عيان ويتعوج وحدو وحدو، دونك درت هنايا الفوي تاع الكبير، نضرب هكا شغل باش نطلع الخميره، وبيان سور نكيل المزهر هكذاك نص كيله ماشي كيله كامله، ونفرها هنايا لو ميلونج تاعي، ونشوف الا كان شفها باسكو قلت لكم انايا درت هنا الكيله شويه كبيره باش ندير زوج طباسه.
نشوف الى خصني نزيد. وهنا لافا نكملها بلا شافلو باش تشد لي الشافلو، هو اللي يشد لي الكاطو تاعي، ما يجيش يتفتت كيما القلب اللوز. دخلته في الخر باش يجي شغل تاني كيتحمر كيما اللوز، ما يطيحليش في الكاطو تاعي. شويه كمان شويه مزهر عندك بس واحد المعرف الشافلوغ باش ما يجينيش يابس وما يجينيش جاري. نكمل نخلط ونديرو في السنيوات تاعي. هنايا راني كملت خلطتو وخليتو يريح هكداك واحد 2 مينوت، وكنت نسيت القرصه تاع ملح زدتها لافا هكذا. ونجيبو السنيوة تاعي ونبدا نعمر فيها. ندير لابوتيي واحد لاسيستونت هنايا، ونجيب هنا نزيد الدوزيام. هادي تريح مكلة شحال كبيرة، من بعد نشوفو نزيدو لها إلا كان خصها هداك الكبسي نزيدو لها. نزيدو لها هادو باش نديرهم لي بقاولي نديرهم شوية في لي كيسات. شوفو فوالا هاوليك خبزة تونس تاعي. هاي الوجدة حبيتو تخلوها كيما راهي هكذا، خلوها حبو تزوقوها باللوز ولا بالجوز كيما حبيتو. هكذا باش تجي شويه البلاطيا. راك تشوفو هنايا ربع يدين، عطيتلكم لاسيستونت هادي مازال ما بريزونتيتهالكمش. كاينه وحده تاني اسيستونت صغيره تاني راهي تتعلم، في راهي تتعلم دونك حتى ن واسمها بايا هنايا، ومن بعد نجيبها معاكم في الوقت الفارغ تاعها باسكو تقرا مازال عندها غير 8 سنين. نكمل معاكم وبعد نزوقها باللوز. هنايا راح نقسمها غير شغل هكذا باش ندير باش اللوز ما يجيش معوج، ما حش نوصلها حتى لتحتها. باش ما يجوش بزاف لي شوت. ميم شوز بوغ لوطخ بلان، هاوليك هداك اللوز ديجا راه يبان ويجيه يتقرمش. انا ما قطعتوش باسكو كي طيب تقدرو يسمى شغل ما يبانوش هادو، مي سي جوست بوغ اللوز باش نعرف كيفاش نحطو باش كي نقسم المورسو ما يجيش معوج. ندير فيهم اللوز
وهذا لو غاس اللي بقى لي راح نديره لكم في هذوك لي دو هذوك لي مول الصغار. هاني كملت خدمتهم ودرت فيهم اللوز. هنا كان ما بقاليش اللوز لي مقشر دونك درت له هذا، وهذوك اللي قلت لكم الزوج صغار اللي حبيت نديرهم انديفيديوال اللي بقاو لي دونك فوالا نديرهم على 180 دوغري بوندون كوميم 25 مينوت حتى 30 مينوت. تشوفوها كي بدا يطيب من هنايا عرفوا بلي دخلها الطياب، من بعد خلوها تتحمر فوق 25 مينوت او فور ونعاودو. الوغ خبز التونس هاي طابت، حنايا واش نبدا نسقي فيها هي سخونة والعسل بارد. نشوفها شرب نحي هاد الخالص كل ما نشوفها شربت نزيد لها بشوية. هذا الدوزيام هذيك لاسيت الدوزيام اللي درتها ثاني لا ميم شوز نسقي نشربها مليح ولو غاس نزيد نديرو هذي. هنا ما راحش نقسمها لكم نخلي لكم حتى كمان يريح يشرب بيان العسل ونقسمها لكم ومن بعد نقول لكم هاي ليك حلوة البيت تاع كريم ولا حبيت تجي تديها هاي ليك عاد تتعسل.